إيه. كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع الصدقة فقط، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم، فذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة. فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس في ذلك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في إباحة إخراج الزكاة قبل العيد أيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندها فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر. لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك يوم أو يومين، ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. وهذه ناحية أيضا، ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية، وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من خير ومن نافع.